الفرق بين الأفران والمايكروويف، تابع الفيديو الأخير. أول بداية طريقة عمل الأفران اللي هو يعني أنه يشوي لنا الشغلة أو يطهي لنا الشغلة، هذا من ناحية العمل. أما المايكروويف فالمايكرو يعتمد على أنه تسخين أو يحمي لنا الأكل اللي أصلا هو منطبخ صعب. أما نجي للأفران، فالأفران بشكل عام انه تعتمد على الهيترات فوق وجوا. اما المايكرو فبشكل عام انه يعتمد على الجزيئات اللي داخل الافران. طبعا احد متابعيني كاتب لي شنو تفضل، فرن لو مايكرو؟ لهذا السبب انه انا نزلت هذا المقطع. طبعا كل بيت عربي او كل بيت عراقي فيحتاج الفرن ويحتاج المايكرو بيته لعمليات التسخين وطهي الطعام. لا تنسونا بلايك ومتابعة، ودمتم بحفظ الله.